أنا في الحقيقة نطلب من كل الإخوان والأخوات مهما كانت حساسياتهم ومهما كانت الانتماء متاعهم باش نخموا على تونس، على بلادنا. يلزمنا بلادنا نحميها ونحافظوا عليها، راهي هذيك مستقبل متاع أولادنا ومتاع الأجيال القادمة. إذا كان ما نبنيوش إحنا، كي نبنيو لهم إحنا أساس ينجموا يبنيو فيه، أما كي إحنا نخربوها وما يلقاو حتى شيء. هذه اللي نتمنى باش كل تونسي يوعي اللي تونس راهي عزيزة علينا الكل.